الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه واسبوع جديد في العاصمه. النهارده ما عندناش ضيوف، عندنا عدد يعني كم كبير من الاخبار، فاثرنا ان احنا تكون حلقه مليئه بالاخبار وتعليقات ايضا المتخصصين عليها. ولنبدا بخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي القاه للامه صباح هذا اليوم، واتكلم فيه اساسا عن الكهرباء. والحقيقة أن الخطاب اللي هنزع لكم أجزاء منه في لينا بعض الملاحظات المهمة جدا عليه قبل ما نسمع هذه الأجزاء. أولا أنه الرئيس هنا بيسن سنة حميدة جدا، وهي أنه يتحدث للناس في المشاكل الكبرى، ودي قضية مهمة جدا. ناس كتيرة قالت أنه لا محدش هيتكلم، والمستوى اللي هنبقى بنتكلم فيه على مستوى فقط ربما وزير الكهرباء اللي هو المسؤول الأول طبعا عن هذه القضية. لكن في هذا الأمر خاصة وأنه كان أمر جلل، ولازم نعترف أنه أمر جلل، وأن مصر لما تظلم بمناورة بقى من غير مناورة في النهاية هذه قضية مهمة جدا، ولازم يكون فيها تحمل سياسي قبل أن يكون هناك تحمل فني، تحمل سياسي للمسؤولية. السيسي يتحمل المسؤولية وبيطلع يقول يا جماعة هذه هي التحديات وهذه هي رؤيتي لحل هذه المشكلات، وبالتالي هو بيشرح للناس وبيقول لهم التحديات اللي قدامنا كذا، احنا محتاجين 13 مليار من 12 ل 13 مليار دولار على الخمس سنوات القادمه لحل مشكله الكهرباء، هذا قطاع متهالك زي قطاعات اخرى كثيره في الدوله. خلي بالكم ان احنا في سنين كثيره كان كل سنه بتدخل عندنا محطه كهرباء، لكن من 2011 من ثوره 25 يناير مفيش محطات كهرباء جديدة بتدخل الخدمة، وبالتالي بتزداد الأعباء ويزداد عدد السكان ويزداد الاستهلاك والإنتاج بيقل، ومفيش غاز ومفيش مشتقات بترولية ومفيش إنتاج يعني اقتصادي يوفر للدولة الموارد المالية، وينتهي الأمر بمفيش صيانة، تهالك البنية الأساسية وما إلى ذلك. الأمر ما توقفش عند التحديات، لأن معظم كان قبل كده الكلام أكتر عن التحديات. الأمر النهاردة في هذا الخطاب، وده اللي لفت انتباهي الحقيقة غير المكاشفة والمصارحة، واللي أنا الحقيقة بحبه اللي هو فكرة إن إحنا نكلم بعض، إن إحنا ما تسيبش الناس يعني يبقى جواها حالة من الغضب المكتوب. هو قالك أنا عارف الغضب، وأنا عارف يعني إيه واحد بيركب أسانسور ويقف بيه، وأنا عارف يعني إيه إن واحد الأكل عنده بيبوظ في التلاجة، يعني وصل لمستويات بسيطة جدا للمواطن العادي. لكن الحقيقة إن النهاردة تحدث عن القطاع الخاص وتحدث عن المستثمرين، ودي يمكن أول أو تاني مرة بشعر فيها باهتمام، عودة للاهتمام للقطاع الخاص، لأن أنا يعني في مشاعر عامة كده إن القطاع الخاص، ودي مشاعر عند القطاع الخاص الحقيقة، إنه هو مهمش، إنه هو لن يكون شريك في المرحلة القادمة. لا، النهاردة في هذا الخطاب، وده هنسمعه في أجزاء أخرى في أجزاء من الخطاب، بيتكلم عن دور القطاع الخاص، وإن هذه الاستثمارات الضخمة هي استثمارات في معظمها استثمارات للقطاع الخاص، لكن القطاع الخاص ده محتاج يعرف إيه التعريفة اللي الدولة هتشتري منه الكهرباء بيها، وهي دي القضية الأساسية اللي احنا منتظرين الحكومة أن تعلن عنها. كنا منتظرين ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. أنا اتصلت بالسيد وزير الكهرباء منذ قليل وأكد لي أنه خلال أيام هتكون هناك هذه التعريفة، أنه هو بالفعل بقالهم عدد من الأشهر بيدرسوا هذا الأمر وبالفعل توصلوا لهذه التعريفة، وأن هم سيعلنوا عنها، ولكن في تفاصيل فنية دقيقة بننتهي منها خلال أيام. حثق في كلامه وانتظر، لان انا بشعر ان هناك فارق او مسافه واسعه بين ما يقوله الرئيس السيسي، ما يعد به الرئيس السيسي، ما يحلم به الرئيس السيسي ومعاه الشعب المصري، وبصراحه بين اداء الحكومه. الحكومه موجوده في الشارع، لكن اتخاذ القرارات بطيء 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 بطيء. اذا نعود مره اخرى للخطاب، الكلام عن القطاع الخاص والكلام عن هذه الاستثمارات. واحد، اتكلم عن التحديات. اتنين، اتكلم عن الاستثمارات وان المستثمر الخاص والقطاع الخاص يجب ان يربح، وبالتالي احنا بنعمل له التعريفه اللي هو هيربح بيها. والحقيقه ان انا معلوماتنا ايضا بتؤكد انه في يعني مش بس القطاع الخاص المصري، القطاع الخاص الأجنبي كله مهتم بالاستثمار في مجال الطاقة، الطاقة العادية والطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا استيراد الغاز واستيراد المازوت اللازم لتشغيل والفحم أيضا لتشغيل هذه الشبكات وهذه المحطات. الرئيس أيضا اتكلم على فكرة
الصبر والتكاتف، وان احنا اللي نحمي، احنا كشعب علينا دور ان احنا نحمي المحطات، وان احنا لما نشوف حد بيخرب نقول مين اللي بيخرب ونبلغ عنه. والحقيقه ان احنا كنا في هذا المكان اثرنا كلام كتير عن اخوانه بعض القطاعات، منها قطاع الكهرباء، وكتير كانوا بيتهمونا ان احنا بنزودها وبنستخدم موضوع الاخوانه ده يعني كدعايه مغرضه وان دي مكارثيه. لا، بالذات في قطاع الكهرباء داخل الجامعات وأساتذة الجامعات، التي لحد هذه اللحظة هناك أساتذة الجامعات هيدخلوا العام المقبل وحيحرضوا الطلبة على التحرك وعلى المظاهرات، ودول موجودين والقانون لا يسمح لنا بعزلهم، القانون لا يسمح لنا بمحاسبتهم. ده حتى في قطاع الكهرباء اللي كان النهاردة بس كان فيه تغييرات. القضية يا دوبك ان انت بتنقل موظف من هنا لهنا، انت ما تقدرش تفصل موظف ثبت انه مخرب، القانون لا يسمح لك. وهنا نرجع نقول فين لجنة التشريعات، لابد من تعديل القوانين. الرئيس أيضا تحدث عن الأمل وقال إننا قادرين وإننا نقدر نتحدى هذه المصاعب ونقدر إن إحنا يعني نتجاوزها. أنا ما بقولكوش على هذه التحديات إننا لن نتجاوزها، بقولكوا إن إحنا هنتجاوز هذه التحديات، ولكن محتاجين صبر، محتاجين نفهم قدر المشكلة، محتاجين نتعاون معا إحنا كدولة وكحكومة وكشعب ومجتمع وكإعلام، كلنا نتعاون مع بعضنا البعض، ومحتاجين إن إحنا أيضا نكون عندنا أداء إيجابي تجاه تلك المشكلات. نسمع جزء من خطاب الرئيس ونحلل مرة أخرى. الكهرباء مرفق من مرافق الدولة وبيعاني زي ما كل مرافق الدولة بتعاني، بيعاني من عدم مجابهة مشاكله من سنين طويلة فاتت. هل إحنا خلال السنين اللي فاتت قدرنا إن إحنا نطور الشبكة مع تطور إنتاجنا؟ لا، خلونا نتكلم بشكل أوضح. هل إحنا طورنا إنتاجنا للكهرباء بنفس مطالبنا حاجتنا؟ إحنا محتاجين قد إيه؟ عملنا الكهرباء، عملنا محطات تكفي عشان تغطي مطالبنا؟ ده ما حصلش. طيب الشبكة بتاعتنا، الشبكة اللي بتنقل الكهرباء، الشبكة ديت اتحدثت واتطورت هي ومحطات التحكم عشان تبقى تجابه ده؟ لا، ما حصلش. طيب ليه ده ما حصلش؟ ما حصلش عشان من غير ما يعني التمويل المطلوب لده تمويل كبير. خلينا اكلمكم على اللي احنا عايزينه دلوقتي. لو احنا عايزين نعمل تطوير يخلينا نجد انتاج من الطاقة مريح لينا ومفيش فيه مشاكل بالشكل اللي احنا شايفينه ده، باختصار احنا بنتكلم في 130 مليار جنيه. ليه 130 مليار جنيه؟ احنا بنقول في خلال الخمس سنين اللي جايين عايزين كل سنة نضيف مش أقل من 2500 ميجا من الطاقة. أنا بقول كلام قريب من الواقع، ممكن يزيد سنة ويقل حاجة صغيرة، لكن أنا بحاول أحطكم معايا في الصورة، هو ده الواقع. طيب يعني الخمس سنين عايزين قد إيه؟ بحسبة بسيطة كده يعني في حدود 12000 ميجا. طيب دول يكلفوا قد ايه؟ دول يكلفوا 12 مليار دولار، لان كل ميجا او كل 1000 ميجا بتتكلف مليار دولار. وبالمناسبه بقى كل محطه من دي عايزه واخد كل سنه ب 700 مليون دولار. طبعا المستثمر عايز يشتري، يضمن اول ان احنا نشتري منه الكهرباء دي ثم نشتريها منه بثمن، هذا الثمن يكون مناسب ليه تجاري، يعني يحقق له ربح، لان هو بيحط فلوس عشان يجي له منها عائد، واحنا متحركين في ده. لكن بقول هو عايز يبيع الكهرباء او يشتري الكهرباء مننا، احنا نبيعها بكام؟ هو مش مسؤول عن ده، لكن هو معني انه يبيعها لنا بالثمن التجاري اللي هو الثمن الحر، اللي هو الثمن اللي يجزي بناء المحطة دي. غير كده محدش هيجي لنا،
يشتغل معانا ولا يبني لنا ولا يستثمر فلوسه عندنا في مصر. في لجنة بتشكلها وقلنا يتحط فيها أو يبقى يتضم كمان يعني أساتذة من الجامعة وكده، مع الوضع في الاعتبار إن إحنا كنا مشكلين لجنة من شهرين من كل التخصصات، من وزارة الكهرباء ومن أساتذة الجامعة ومن الكلية الفنية العسكرية ومن القوات المسلحة الهيئة الهندسية، عشان نعمل مراجعة لكل محطاتنا ونبقى بنساعد بعض. فالتقرير اللي احنا شغالين عليه عشان نعرف الأسباب الحقيقية للأزمة اللي احنا مرنا بيها دي، واحنا مش هنخبي عليكم حاجة، مش هنخبي عليكم حاجة. مجرد التقرير ده ما الفني اللي بيقول حدود الأزمة إن أثناء ما كان في مناورة حصل انهيار للشبكة، هنقول بمنتهى الشفافية بمجرد التقرير ده ما يخلص. بس إحنا محتاجين كمان منكم، من كل المصريين، من كل الشعب المصري، إن هو يبقى عينه معانا وإيده معانا. أنا في حي فيه مولدات أو محطات أو محولات كهرباء، خلي عينك معايا، ما تخليش حد يقرب منها، دي بتاعتنا كلنا، لأن يعني عشان ما حدش أبدا يقدر يقرب منها. لو هم اللي هم أهل الشر وأهل الدمار لو لقونا كلنا منتبهين لحاجتنا مش هيقدروا يقربوا لها، مش هيقدروا يأذوها. مش هيبقى بس الشرطة والجيش، لا، ده يبقى الشعب المصري كله بيحافظ وبيدافع عن حاجته. أنا ما اتكلمتش على إن ممكن يكون موجود ناس كمان بتحاول تعرقل، يعني بتعرقل الضعيف. يعني مش مثلا إحنا المرفق عندنا في منتهى القوة والمناعة، لا، ده كمان هو بالضعف ده في ناس كمان عايزة تعرقله أكتر، عايزة تأثر فيه أكتر. ليه تعمل كده؟ عشان أنتم يا مصريين، الشعب المصري يعني، يتأثر ويبقى غضبان ويبقى مستاء ويبقى زعلان. لا، احنا بنجابه حاجات كتير قوي، دي معركة وجود، احنا بنحارب معركة وجود. المعركة دي كانت بدأت من سنين طويلة فاتت لهدم البلد دي، ودلوقتي احنا بنحاول نوقفها ونرجعها تاني. بس اوعوا تتصوروا ان ده هياخد بالسهل وبسرعة، لا، ده هياخد وقت وهياخد مننا جهد، واحنا قادرين عليه، كلنا قادرين عليه، انا متأكد من كده زي ما أنا بتكلم معكم. كلنا قادرين عليه، في نبرة من الثقة، من التأكيد، من الإحساس بالقدرة، إنه برغم ضخامة المشاكل، والمشاكل الحقيقة ضخمة جدا، أي حد حتى بيقرأ اقتصاد فاهم إن المشاكل ضخمة، وفاهم إن إحنا كان عندنا 3 سنين أو ما يزيد عن 3 سنين من توقف عجلة الاقتصاد التام، وتراكم كوارث سنوات أخرى في قضايا كتيرة ما اتفتحتش. والنهاردة الرئيس حتى وهو بيتكلم عن الميزانية قال لك الميزانية إحنا يدوبك خفضنا خمس الدعم فقط، ودي كلها مؤشرات إن هو يعي إنه هذا الدعم يجب أن نتعامل معه، رغم تقديره طبعا لأوضاع محدودي الدخل والفقراء. الإرهاب ليس فقط إرهاب على في سيناء أو إرهاب بالقتل والدماء، الإرهاب أيضا في ما يحدث في محطات الكهرباء. ورئيس اتكلم أن هناك من يريد أن يزيد من غضب المصريين، من يريد أن يزيد من حنق المصريين في المرحلة القادمة. وهنا أظن أن هذا الكلام يجب أن يترجم إلى أفعال، بمعنى أنه واحد، إحنا محتاجين من الحكومة خطة واضحة دقيقة، زي ما كان في خطة واضحة لزيادة أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة وقبلنا الخطة دي، بالعكس شفناها أنها قدر كبير من الشفافية، من الشفافية. لازم يكون في خطة كيف سنعالج قضية الطاقة في مصر في السنوات القادمة. أنا عايزة الدولة
تخرج ليه بخطة واضحة. الحكومة وده دور الحكومة انها تخرج بخطة واضحة تقول انا هوفر ال 12 ألف ميجا وات اللي احنا محتاجينهم مثلا خلال السنتين اللي جايين دول، محتاجة أوفرهم من خلال إيه؟ حجم استثمارات عامل إزاي؟ القطاع الخاص هيساهم بكذا، القطاع الخاص الأجنبي هيساهم بكذا، أنا كدولة هساهم بكذا، الطاقة هتيجي منين؟ أنا محتاجة خطة، أنا محتاجة أعرف أنا رايحة فين؟ محتاجة أعرف من الحكومة بتفكر علمياً إزاي؟ وده مش معجز، ده مش معجز على الإطلاق. أنا منتظرة خلال أيام كما وعدني السيد وزير الكهرباء التعرفة لبيع الكهرباء للقطاع الخاص، وده اللي اتكلم عليه السيد الرئيس لأن ده مهم جدا. التأخير فيه يا جماعة هو تأخير، أنا عارفة أن الدراسة والتأني ده شيء مهم، ولكن التأخير في اتخاذ القرارات هو تأخير في الاستثمارات، تأخير في التنفيذ، تأخير في النهاية في حل المشكلة. فإحنا محتاجين نسرع شوية، محتاجين نزود السرعة شوية، ده أول شيء. الجزء الثاني بصراحة هو أن على كل وزير أن ينظر في وزارته، بالذات الوزارات المهمة، التعليم العالي، التعليم، الصحة، الكهرباء، والوزارات الخدمية بالذات، ويبتدي يشوف الناس اللي عنده وما يستناش التقارير الأمنية. احنا عندنا هنا مشكلة ان احنا، وده انا سمعته من تصريحات سيد وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، ان انا منتظر التقارير الامنية. لا، انا محتاجة اعرف انه هل في شكوك على بعض الناس. انا مش عايزة اكون مكارثية، مش عايزة اكون يعني ناخد الناس بانتماءاتها، ولكن الناس متعمدة الخطأ. في فرق بين الخطأ، الخطأ واجب ان يعاقب عليه الموظف، وفي فرق بين تعمد الخطأ، واعتقد ده مهم جدا. التحقيق احنا منتظرينه، لان فكرة ان تقوم بمناورة يوم خميس يوم عمل، يوم خميس اول يوم الشهادات الاستثمار بتطرح، وده كان يوم مهم جدا ويوم مؤثر جدا، ده قرار التوقيت فيه كان قرار مين؟ ده سؤال مهم جدا، لانه القرارات لا يجب أن تكون قرارات فنية فقط، القرارات يجب أن تكون قرارات سياسية أيضا. القرار الاقتصادي هو قرار سياسي، وبالتالي لو كنت عملت المناورة دي تاني يوم مثلا كان هيحصل يوم جمعة والناس هادية ونايمة وما عندهاش مشكلة، فحتى نسبة الخطأ اللي واردة تبقى ما تبقاش فيها الكارثة اللي حصلت دي. احنا كون يوم عمل تكبدنا خسائر مالية ضخمة جدا، والحمد لله ان ده ما أثرش على الشهادات لان الناس عندها بيرسيستنس وإصرار ونية وإرادة، ولكن انا عندي تساؤلات حوالين التوقيت، انا ما عنديش تساؤلات حوالين المناورة، واتمنى انه ده ما يكونش في يعني تلاعب جوه، والتحقيق هو ده اللي هيبان باين. لكن احيانا الفشل أو قلة الكفاءة بتكون أسوأ من الفساد. مرة أخرى أعيد الجملة، قلة الكفاءة أحياناً بتكون أسوأ كتير من الفساد والتخريب المتعمد، وهو ده اللي بنعاني منه. نحن نعاني من أمرين، نعاني من قلة كفاءة موظفين كثر في كثير من الهيئات، ونعاني أيضاً من تخريب متعمد وإفساد متعمد من جهات كلنا نعرفها. إذن قرارات حاسمة من الوزراء ومن المديرين، وده مش هيحصل غير بتحرير يد الموظف العامل اللي مش عارف ياخد قرارات، قرارات، لأن دول اللي هيخربوا لنا الدنيا، البيروقراطية والمخربين هم دول اللي هيخربوا لنا الدنيا. والأمر الآخر رفع الكفاءة، رفع الكفاءة الإدارية. الفشل الإداري ده هو ده اللي هيودينا في داهية، مش بس التخريب. نسمع أيضا ما تحدث عنه الرئيس السيسي حول الإرهاب. الإرهاب موجود في مجموعة من الأشياء والجوانب، ليس فقط في سيناء ولكن أيضا في تدمير المرافق. نسمع ما قاله عن الإرهاب. أنا هتكلم على شهدائنا اللي استشهدوا خلال اليومين اللي فاتوا في العريش. احنا قلنا ان احنا في مواجهة مع إرهاب ومع بشر عايزين يهدوا الدولة، وبيعتبرونا مش منهم، بيعتبرونا أعداء، واحنا بنتحرك معاهم وبنجابههم، بنحاول نجابههم يعني بمنتهى الحزم صحيح ومنتهى الحسم صحيح، لكن كمان بنبقى حريصين على ان احنا واحنا بنعمل ده، وانا بكررها يمكن دي رابع مره، على ان احنا ما يبقاش في تجاوز
يسيء أو يأذي البشر أو الناس اللي موجودة في المناطق ديت، عشان ما يبقاش في أبرياء يسقطوا أو يتأذوا من المواجهة ديت. احنا قلنا إن الموضوع ده احنا حققنا فيه نجاح كبير بالمناسبة، وبقول لكم إنه برضو مش هيخلص بسرعة يعني، ونجد الاستقرار اللي انتم بتتمنوه في يوم وليلة، لكن احنا شغالين على كده. بس احنا محتاجين كمان منكم، من كل المصريين، من كل الشعب المصري، ان هو يبقى عينه معانا. إذن تحدي الإرهاب وهو تحدي مهم جدا، والعالم ابتدى يدرك ما يعني تحدي الإرهاب. يعني الناتو بالأمس، اجتماعات الناتو في إنجلترا في ويلز، يعني كانت بتتحدث عن إزاي هنواجه آيزيس. كان في 11 قائد دولة واقفين كده بيقولوا إزاي هيتحدوا داعش. فالحقيقة كان مشهد، أنا شفته مشهد مضحك الحقيقة، إنه يعني إحنا تاني بنصنع العقارب وبنضخمها لهدف ما هيتضح طبعا قريبا، ولكن مصر كانت أول دولة تتحدى هذا الإرهاب وتواجهه من أرضها وليس عبر القارات. الحقيقة أن الرئيس السيسي في كل خطابه كان عنده طاقة أمل وعنده طاقة قدرة وعنده طاقة تحدي، وقدر أن هو ينقل هذه الطاقة للمصريين، الصبر والأمل والتحدي. نسمع هذا الجزء. عندنا أكثر من 4500 قرية من قرى مصر، وفي أكثر من توابع لها، يعني منشآت صغيرة أكثر من 40,000 تابع على خريطة مصر. قد إيه منهم معمول فيهم صرف صحي؟ قد إيه منهم؟ تفتكروا كام؟ 10% ولا 20% ولا 80%؟ لا يتجاوز 20%. طب أنا بقولها ليه؟ بقولها لأن ده أمر بيؤثر على المية، وبيأثر على الصرف، وبيأثر على الزراعة، وبيأثر على الصحة، حاجات كتير. يعني عشان نعمل بس يعني 10-15% من الموجود اللي عايز يتعمل، احنا بنتكلم في مليارات، مليارات الجنيهات. الأزمة أنا قايلها لكم قبل كده ووضحت لكم موقفها، مش دي أزمة الكهرباء بس، أزمة كل مرافق الدولة. عايزين نتجاوزها وعايزين نعبرها، ودي محتاجة مننا إن القائمين على الأمر في كل مرفق من مرافق الدولة يكونوا أمناء ويكونوا عندهم الجرأة عشان يشتغلوا بمنتهى القوة وبمنتهى الفاعلية، ولا يترددوا في اتخاذ القرار المناسب اللي هم محتاجين ياخدوه عشان يواجهوا المشكلة أو الأزمة اللي هم بيقابلوها. أنا عايز أقول لكم وأرجو إن أنتم ما تتألموش من ده، إن إحنا زي ما قلت كده لازم ننتصر في معركتنا، ولازم ناخد مصر، ومصر تكون في المكان اللائق بيها. مصر لازم تكون في المكان اللائق بيها. لو كلنا مع بعض، كلنا مع بعض اشتغلنا على ده وقلنا ان احنا نقبل التحدي ده وهنصبر عليه، احنا هنستطيع ان احنا نحقق المستحيل، ومصر تبقى في المكان اللي كلنا بنتمناه ليها. دي أجزاء طبعا، الخطاب مدته 29 دقيقة، دي أجزاء من خطاب السيد الرئيس. هنقدر، سنستطيع، أمامنا تحدي كبير، ولكننا قادرون على أن نعبر هذا التحدي بتكاتف بين الدولة وبين الشعب وبين الحكومة، رفع الكفاءة. يتحدث كثيرا عن رفع الكفاءة وعن قرار القرار الإداري وعن القرار الحكومي وعن القرار الوزاري. الناس لازم تاخد قرارات، احنا عايشين دلوقتي في حالة من الفراغ من القرارات. انا بستنى بيانات مجلس الوزراء كل اسبوع، الاقي لجنة ودراسة، وان شاء الله ربنا يسهل، ووزراء في الشارع.
مش عايزه الوزراء ينزلوا الشارع، انا اتمنى ان الوزراء يقعدوا في مكاتبهم وياخدوا قرارات ويطلعوا لنا بيانات بالقرارات اللي خدوها، لكن قرار بلجنه انا مش عايزه اسمع لجنه، يعني احنا سمعنا عن لجنه دراسه مشاكل المستثمرين دي من ايام هرم زوسر اللي هكلمكم عنه. بنسمع عنه من ايام زوسر ده، زوسر الهرم فيه مشاكل والقرارات لسه ما اتخذتش، فاحنا انا حاسه بفجوه ما بين ما يقوله الرئيس وبين القرارات، القرارات بتاخد وقت، ارجوكم ما تضيعوش وقتكم في الشارع. انا عايزه وزير قاعد على مكتبه في التكييف، في التكييف او في المروحه او في اي حاجه، بس المهم يقعد يخلص القرارات، يخلصنا، يخصص ارض المستثمر، يدخل كهرباء المستثمر، يشغل ناس، يعني يخلص. لكن فكره ان احنا بنضيع الوقت في الشوارع في الجولات، وبقول كلامي ده لعزيزي رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اللي انا اقدره كثيرا، ارجوك رئيس الوزراء يعني من فضلك، انا عارفه اهميه ان انت تلتقي بالناس، لكن الاهم هو ان تكون في مكتبك، تتخذ القرارات، تفض الاشتباك بين الوزارات، وتكون هناك قرارات حاسمه. ارجوكم مش عايزين لجان، تعبنا من اللجان وتدرس وتدرس وتدرس. طيب معي على الهاتف الدكتور محمد اليماني متحدث باسم وزاره الكهرباء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذه لميس، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اولا هل وصلتم او اللجنه المشكله قدرت انها تصل للتقرير النهائي حول ازمه يوم الخميس؟ هو التقرير لم يكتمل بعد، ولكن لجنه الخبراء ما زالت تستكمل بعض البيانات وتحليلاتها، ولكن باكد لحضرتك انه كل المؤشرات حتى الان انه امر فني بحت، يعني هو نادر الحدوث لكنه حدث، ربما حصل حاجة شبيهة في التسعينات، لكن أثناء عمل صيانات دورية أن تتعطل محطة كهرباء فجأة ده أمر وارد، لكن كان له انعكاسات سلبية اللي كلنا عارفينها واللي طيب. نفس اليوم اختيار التوقيت يا دكتور يماني، يعني هل ما كانش ممكن المناورة دي ممكن تكون يوم تاني ما يكونش يوم عمل؟ أنا فاهمة طبعا، وسيد وزير الكهرباء شرح لي أنه كان لابد من إجراء يعني ده لأشياء فنية كثيرة، لكن هل اختيار التوقيت ما يبقى يوم عمل مثلا أول يوم شهادات الاستثمار، هل في ربما خطأ في اختيار التوقيت؟ لا، خلينا أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين حاجة بسيطة بس، إن المناورات لا تعني إلا عمليات صيانة دورية مجدولة ومعتمدة سلفا، والغرض منها هو حماية الشبكة وعمليات إحلال وتجديد وعمليات فصل وتوصيل بتتم في مواقع مختلفة يمكن مئات المرات يوميا وعلى مدار الساعة. الغرض من ده ان الخط اللي هم بيشتغلوا عليه كان له قرابه اكثر من 3 شهور لم يتم عمل اجراءات صيانه دوريه فيه وعمليات تنظيف وتغيير بعض الاجزاء، فالامر طبيعي ان هو يعمل ده، لو تاخر في ده ممكن يتحاسب، يعني كان لازم يتم ده، لكن ان يتزامن ده مع تعطل المحطه القريبه ده امر بقول لحضرتك هو ده اللي ترتب عليه خروج بعض المحطات. طيب. والحمد لله انها في نفس اليوم اعيد. متى يعني يخرج التقرير النهائي؟ نتوقع ان شاء الله، يعني نامل ساعات يعني باذن الله. ساعات ان شاء الله، يعني مثلا بكره يكون عندنا التقرير النهائي حول هذه الازمه. انا اتمنى، انا شخصيا مش عضو في اللجنه لكن بتابع، واتمنى ان شاء الله ينتهي بكره، اتمنى هذا. طيب هل هذه الازمه لها علاقه بما اصدره السيد الوزير منذ قليل من تنقلات في الوزاره؟ لا على الاطلاق، الحركه او البيان الاعلامي او النشره الصحفيه اللي احنا نشرناها حقيقة بناء على قرارات صدرت بعد ظهر اليوم، هذه القرارات بتأتي في إطار التغيير المستمر للقيادات، لا علاقة لها لا بأعمال تخريبية ولا بتقصير في الأداء، دي قيادات محترمة أدت واجبها الحقيقة، لكن متخذ القرار بيرى أنه من آن لآخر يعني لابد من تحريك المواقع بهدف تحسين الأداء بشكل عام. طيب يعني خليني ارجع اسالك على محطه العين السخنه، ودي محطه مهمه جدا كان المفروض انها تدخل في الخدمه اعتقد في شهر مايو الماضي، حتى هذه اللحظه واحنا في شهر سبتمبر اللي عندنا محاولات تجريبيه او تجريب لمحطه العين السخنه، لماذا تاخرت محطه العين السخنه؟ اسمحي لي اعتبر سؤال حضرتك من شقين، الشق الاول لماذا تاخرت؟ كلنا عارفين ان محطه العين السخنه وفقا لخطتنا 2012 2017 ميعادها فات فعلا، لكن في فترات الانفلات الامني تعرضت المحطه الى العديد من الوقفات الاحتجاجيه، في ناس اهالي منعوا الناس من الدخول والمقاولين من الدخول والخروج، تعرضت مؤخرا الى سيول اخذ بعض الوقت لاعاده الامور الى ما كانت عليه، لكن الحمد لله انه كان ميعادها 31 اغسطس، السيد الوزير
بنفسه تواجد، ويوم 30 أغسطس الماضي تم إدخال الوحدة الأولى 650 ميجا في إطار التشغيل التجريبي. لابد من التشغيل التجريبي عشان تدخل المحطة على مراحل، وعشان يتم إجراء كافة الاختبارات للاطمئنان إلى سلامة كل الدوائر. إمتى هتدخل المحطة بشكل تام، وهتضيف قد إيه يا دكتور يماني؟ هم هي محطتين الوحدتين، الحقيقة الوحدة الأولى 650 ميجا، لكن بأكد لحضرتك إنه دائما لابد من بعض الإجراءات الفنية بتستغرق يعني أسابيع قلائل، ربما 3 أسابيع 4 أسابيع حد أقصى، بعدها بيتم ربطها بالشبكة وتضخ قدرتها في الشبكة. يعني متوقع إمتى برضو؟ اديني ميعاد. يعني احنا قلنا 30/8 ان شاء الله قبل نهاية شهر 9 تكون دخلت على الشبكة. بصراحة وزارة الكهرباء من الوزارات يعني بما ان فيها مشاكل كتيرة وتخريب في الضغط، اعمدة الضغط العالي وغيره او ابراج الضغط العالي، من الوزارات دايما المتهمة بان فيها عدد كبير من المخربين او من الاخوان اللي بيحاولوا يعطلوا العمل. هل بتبصوا على الامور دي؟ بتراجعوا الكشوف؟ بتعملوا ايه يا دكتور يماني؟ هو لعل حضرتك والساده المشاهدين تابعوا معانا مؤخرا في الاسابيع القليله الماضيه انه وفقا لتقارير امنيه تم اتخاذ اجراءات مع العشرات في مواقع عمل مختلفه وفي مستويات وظيفيه مختلفه. بتختلف القرارات وفقا لمستوى ما يرد في هذه التقارير الامنيه. البعض يستبعد من موقعه، يكون بعيد عن اتخاذ القرار، عن الخدمات المباشرة للمواطنين، عن تجنب أي مخاوف أمنية. البعض الآخر لو كان مشارك في أي عمل تخريبي لا نتردد في اتخاذ قرارات الفصل فورا، وطبعا النيابة والقضاء بياخد مجراه في هذا الصدد. يعني نتوقع إعلان التعرفة إمتى يا دكتور؟ تعرفة القطاع الخاص أو تعرفة يعني التعامل بين القطاع الخاص وبين الوزارة؟ يعني اسمحي لي أقول ده خبر مبشر للمشاهدي البرنامج المحترمين. الحقيقة إن احنا ننطلق إلى أفاق رحبة في مجال توظيف أو استغلال ما لدينا من ثروات. عندنا يعني السطوع الشمسي وعندنا الرياح، إن شاء الله يفتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح. الأمر كان له بعض الإجراءات من ضمنها موافقة مجلس الوزراء على ما عرض عليه من وزارة الكهرباء بشأن تعريفة التغذية بنسميها فيد إن تارف، اللي بتحدد العلاقة بين المستثمرين وآليات بيع الكهرباء المنتجة منهم إلى شركة نقل الكهرباء. أنا الوزير إن شاء الله في غضون يعني مجلس الوزراء خد بعض الإجراءات، واعتقد في الجلسه القادمه ربما يعني يكون القرار. انا الوزير وعدني قال لي خلال ايام. بالظبط كده يا فندم. طيب بالزبط. يعني نتمنى ذلك، وهذه التعريفه مهمه جدا لان هي دي اللي هتحدد العلاقه، وهي دي اللي هتفتح الابواب، ده الباب المقفول اللي المفروض من بعده وهو تحدث عنه السيد الرئيس يعني حتى في خطابه. بشكرك دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء. دكتور شاكر، الحقيقه وزير الكهرباء كان اصدر بيان منذ قليل نفى فيه اي علاقه له بجماعه الاخوان المسلمين. كان جريده الوطن نشرت له صوره هو كان مرشح على قائمة الحرية والعدالة في انتخابات نقابة المهندسين في دورة 2011. قال ان هو لا علاقة له على الاطلاق بجماعة الاخوان، وان هو ما اثير عن تمثيل جماعة الاخوان داخل مجلس النقابة في دورته 2011 وامر عاري تماما من الصحة، وان ترشحي لعضوية مجلس النقابة انما جاء على سند موضوعي وهو خدمة مهندسي مصر. وقال انني فور تأكدي من اصطباغ تصرفات مجموعة من مجلس النقابة بالصبغة السياسية ومساندتها لفصيل سياسي محدد، قمت بتقديم استقالتي المسببة من مجلس النقابة، وده أشير إليه في عدد من الصحف المصرية، وبررت ذلك احتجاجا على مؤتمر أبناء مرسي بمقر النقابة، والخبر منشور، ولذلك يعني أؤكد أنني لم ولن أنتمي لأي فصيل سياسي أو ديني. هذا هو كلام السيد وزير الكهرباء. الحقيقة ننتظر منه، ورجل كفء طبعا ومعروف بكفاءته، سواء حين كان له يعني هو بيعمل في مجال الكهرباء استشاريا منذ فترة. أتمنى بس أنه نخرج بتعرفة الكهرباء وبيع الكهرباء للحكومة من القطاع الخاص. وحول هذا نتكلم مع الدكتور حافظ السلماوي رئيس تنفيذي لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك. دكتور مساء الخير يا فندم.
مساء النور يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني عندما سمعت الرئيس بيتكلم النهارده بتفاصيل اكتر على ازمه الكهرباء، بالذات على جزء ما يتعلق بالتعرفه اللي احنا عايزين نطلعها كي يكون المستثمر رابح وليس خاسر، اولا تقييمك ايه لما قاله السيد الرئيس بخصوص الازمه ومعرضه؟ اللي بتواجه قطاع الكهرباء ان في عندنا معدلات نمو كبيره في الاحمال. يكفي ان اقول لحضرتك ان طبقا لاستراتيجيه الطاقه لمصر اللي سنه 2030 وبيتم دراسه حاليا لتحديثها للوصول الى سنه 2035، متوقعين ان سنه 2035 يوصل الحمل الاقصى من 27 اللي هو حاليا او كان العام الماضي إلى 71، ده لو كان معدلات النمو بتاعتنا 5.1 أو 5.2، وده رقم متواضع. أما إذا كانت معدلات النمو بتاعتنا كما نأمل في حدود 7.1، فمتوقع أن الرقم ده يبقى 84. فحضرتك اطرحي بقى ال 84 أو ال 71 من ال 27، فنلاقي أن احنا بنتكلم في الرقم في حدود الرقم ال 2500 أو أكثر اللي مطلوب إضافتها سنوية خلال العشرين سنة القادمة، بما يمثله ده من استثمارات مطلوبة. والحقيقة كلمة استثمارات مطلوبة أنا ما بنظر لهاش على أنها عبء، ولكنها بتمثل فرصة استثمار. ضيفي إلى هذه الاستثمارات استثمارات مطلوبة في شبكة النقل، كل 4 جنيه بنحطهم في الإنتاج هنعوز نحط قدامهم جنيه في شبكة النقل، وبالتالي فكرة أن يكون هناك مستثمرين يتحملوا عبء أو هم اللي بيقدموا الاستثمارات في قطاع الإنتاج يتيح للدولة أن توجه استثماراتها لشبكات النقل، لأنها هي اللي بتقود السوق. لا يمكن حد هينشئ محطة ما لم يكون في إمكانية لربطه بالشبكة، وإن الشبكة بتشتغل بصورة كفأة ومرضية. طيب هنا يعني لما بنتكلم عن التعريف عشان نشرح للناس، المستثمر بيقوم بانشاء شبكه كهرباء، ربما هو بيستورد، هيضطر بقى يستورد الغاز ولا يستورد المازوت او يستورد الفحم اللي هو هيشغل بيه الكهرباء. هنا ايه التعريفه؟ ايه مشكله التعريفه؟ انه التعريفه لازم تبقى غاليه عشان المستثمر يقدر يكسب. طب الارتفاع في السعر ده هل بيتوزع على الشبكه كلها وعلى المستهلكين كلهم، ولا بيحمل لطبقه عليا مثلا؟ لا، فكرة الارتفاع في السعر مش دايما واردة، بمعنى ان صحيح لما الدولة هي اللي بتستثمر وبتبني المحطات قد يكون للدولة ميزة الحصول على تمويل ميسر من جهات دولية، وان كان ده بيتناقص لان مصر الحقيقة فيها مؤشر بيقول ان 99% من الناس عندهم كهرباء، بينما هناك قرابة 2 مليار شخص في العالم ما عندهمش كهرباء خالص، وبالتالي جهات التمويل اللي كانت بتمنح تمويل ميسر بتبص ازاي ان انا ادي لناس عايزين يزودوا الكهرباء بتاعتهم، بينما هناك اخرين ليس لديهم كهرباء على الاطلاق. فبالتالي فكرة ان يكون هناك تمويل ميسر بتتقل مع الوقت. تاني حاجة، ان صحيح المستثمر قد يمول مشروعه من خلال الاقتراض التجاري، ولكن طبعا كفاءة العمل الخاص بتساعد على انه يقدر بيقلل من هذه التكلفة. واحنا عندنا تجربة سابقة الحقيقة لمشروعات اللي هي البي او او تي او البناء والتملك والتشغيل، والحقيقة التجربة كانت ناجحة، واظهرت التجربة ان التكلفة للمحطات اللي تم بنائها عن طريق القطاع الخاص لم يعني تكلفة الانتاج لم تكن اعلى من التكلفة اللي ممكن ان يقوم القطاع الممول من الدولة بتمويلها، وبالتالي وكانت الحقيقة تجربة ناجحة. وبالتالي فمفيش هذا التخوف، إنما أيضا بيترافق مع دخول القطاع الخاص إعادة لهيكلة السوق بحيث بنسمح بنوع من التنافس. هذا التنافس سيؤدي إلى إدخال تكنولوجيات جديدة كما أنه يؤدي إلى خفض التكلفة، وبالتالي فكرة التخوف من أن يؤدي دخول القطاع الخاص إلى ارتفاع الأسعار ليس بالضرورة أن يكون قائم، وأيضا لابد أن يترافق معاه قوة أجهزة التنظيم اللي بتقدم الرقابة وبتراجع وبتمثل الدولة في رقابة هذه الاستثمارات للتأكد من أن ما فيش فيها نوع من المغالاة
من هذه الاستثمارات. فأعتقد أن التخوف من هذا ما هواش يعني كبير طالما أن هذا السوق عندنا بيعمل على أسس سليمة. الرئيس النهاردة اتكلم على الحاجة ل 700، يعني هذه المحطات الجديدة تحتاج ل 700 مليون دولار من طاقة، غاز بقى، مازوت، يعني واتيفر. هل احنا دلوقتي بندرس محطات كهرباء بالفحم بما انه سمح باستيراد الفحم مثلا للصناعات الأسمنت؟ هل هناك محطات كهرباء تشتغل بالفحم للقطاع الخاص ايضا؟ هذا بالتأكيد. هو الفكرة عموما أن بيتم إعادة النظر في ما يسميه خليط الطاقة لقطاع الكهرباء ولمصر عموما، بمعنى أن احنا كنا معتمدين بدرجة عالية جدا على الغاز والبترول. احنا حوالي 95% من احتياجاتنا من الطاقة عموما مش في الكهرباء بنعتمد فيها على الغاز والبترول. بالتأكيد نحن محتاجون أن ننوع مصادر هذه الطاقة. مثال لهذا الطاقات المتجددة لابد أن تلعب دور في المستقبل. الفحم ده جزء من الخطة الأوريدي اللي وضعتها الوزارة لإدخال المحطات، ولكن الطاقة النووية أيضا موجودة في المخطط، ولكن سواء الفحم أو الطاقة النووية متوقع أنها تاخد وقت لغاية ما أن هي بتخش في الخدمة قبل يمكن سنة 20. فمن هنا لسنة 20 لابد ان احنا بنسعى الى توفير موارد اضافية من الغاز، وبيظل ايضا الغاز بيلعب دور مهم لان الغاز له ميزة ان احنا بنقدر نشغل بيه محطات اللي بنسميها محطات الدورة المركبة، وهي محطات عالية الكفاءة جدا وبالتالي بترفع من كفاءة المنظومة. فالوصول الى الخلطة المثالية لسد احتياجاتنا من الطاقة اعتقد ان ده دور مهم جدا، وتنمية الموارد بتاعتنا سواء المحلية أو عن طريق اتفاقيات أو عن طريق ترتيبات، لأن في دراسات أخرى مهمة جدا تمت عن طريق الربط العربي قامت بها جامعة الدول العربية، التكامل العربي في قطاع الكهرباء والغاز، وفي هناك مؤشرات جيدة جدا إلى أنه يمكن تبادل الكهرباء والغاز ما بين الدول العربية على أسس اقتصادية ناجحة جدا. بشكرك دكتور حافظ. الرؤية الشاملة ده مهم. بشكرك دكتور حافظ السلماوي الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك. فعلا آخر جملة ربما قالها فكرة الرؤية الشاملة، نريد أن تكون هناك رؤية واضحة. عندما بدأنا هذا البرنامج بعد العودة من الأجازة اتكلمنا عن الصورة الكاملة، واتكلمنا على الحلول السريعة وعلى المستوى القصير والحلول على المستوى البعيد. على المستوى القصير أنا محتاجة استراتيجية واضحة لعلاج قضية الطاقة وقضية الكهرباء. أزمة يوم الخميس دليل على ذلك. محتاجين ببساطة جدا يكون عندنا استراتيجية واضحة، خطوات واضحة جدا لهذا الحل. معي على هاتف أيضا أستاذ هشام توفيق رئيس شركة كايرو سولر للطاقة الشمسية. أستاذ هشام، يعني عندما لما سمعت السيد الرئيس هل شعرت ببعض التفاؤل أنه شركتك هتشتغل مثلا أو أنه القطاع الخاص هيبتدي يشتغل ربما قريبا؟ وطبعا الخطاب فيه مزيد من التفاصيل اللي احنا مستنيينها، بس زي ما حضرتك قلتي هو في فرق بين القيادات سواء على مستوى فخامة الرئيس او الوزارة وزير الكهرباء، واللي تحت احنا يعني مش لامسين الحقيقة التعاون ده. بمعنى انه احنا انا لو يعني اخذت من كلام فخامة الرئيس وانا هبني عليه، احنا نقدر بسهوله جدا في ظرف سنتين ونص بالظبط من بكره ان احنا نضيف 6000 ميجا وات عن طريق الطاقه الشمسيه اللي مش محتاجه 300 مليون دولار ولا 700 مليون دولار غاز ومازوت. كل اللي عايزينه اولا ال 6000 ميجا دي هيجي 2000 منها من اسطح المنازل، والتركيب على سطح المنزل بياخد في ظرف يومين، محتاجه يومين بس عشان تركبي محطه من 5-10 كيلو وات. إنما النهاردة إيه اللي عملناه علشان نشجع الناس إنها تعمل كده؟ إحنا لازلنا في انتظار التعريفة المميزة، وأقدر أكد لحضرتك المحطة بتتكلف أي حاجة من 50,000 جنيه اللي هي 5 كيلو وات إلى 150,000 جنيه تقريبا اللي هي 15 كيلو وات، بسعر 85 قرش للكيلو وات ساعة. أنت بتحققي عائد كصاحبة محطة من القطاع العائلي، يعني بتحققي فوق 20% على الاستثمار بتاعك. يعني بدل ما انت حاطة فلوسك في البنك بتاخدي 10% او في قناة السويس بتاخدي 12% فوق السطوح وبتاخدي 20%.
فمش محتاجه جراح مخ واعصاب علشان ان احنا نشجع الناس يبنوا 2000، بس محتاجين ايه بقى؟ محتاجين انا اسست شركه علشان انتظارا للكلام ده. مطلوب يبقى في 200 شركه بسرعه تعمل هيئه الطاقه الجديده، انها تقدر انها تضع الاشتراطات بتاعتها وتضع الامتحانات علشان تاهيل الناس دولت، ونبقى مؤهلين ان احنا نشتغل بسرعه. هنقدر نركب بقول لحضرتك في سنتين 2000 ميجا وات. في بقى قطاع اهم مننا اللي هو قطاع المزارع الشمسيه اللي هي المحطات الكبيره، ودول يقدروا يضيفوا في سنتين ونص برضه 4000 ميجا وات. ازاي؟ ايه اللي مطلوب؟ ببساطه شديده، بالاضافه للتعريفه اللي هي لابد تكون ازيد شويه من 85 قرش اللي انا قلتها، وعندنا تجربه في الاردن جنبنا سعروها بجنيه واربعه ساخ. فاحنا مش يعني برضه الوقت الكبير ده اللي احنا واخدينه، انا مش عارف ليه. الجنيه واربعه ساخ دي وتدي لهم ارض مؤمنه، يا اما مطار يا اما معسكر يا اما مكان مخصوص، وانا اعلم انه في مكان في بني سويف مخصص للمزارع الشمسيه، لو امناه يبقى خلاص الارض موجوده. الحاجه الوحيده اللي هتبقى ناقصه ان احنا نحط كل الفلوس اللي معانا في تحديث الشبكه، لان تطوير الشبكه ضروري عشان يستحمل الحمل اللي جاي، بغض النظر هو جاي طاقه شمسيه جاي طاقه تقليديه. فالصرف، وده جه برضه في كلام فخامه الرئيس النهارده، ان احنا محتاجين نصرف، بس نصرف ما نصرفش بقى على 3 سنين، نبتدي بكره نصرف، نبتدي بكره نحط التنظيم علشان المحطات اللي فوق السطوح والمحطات اللي في المزارع تتعمل. انا بقول لحضرتك في ظرف سنتين ونص بالظبط من النهارده يقدر يبقى عندك 6000 ميجا وات من غير مليم، بتكلفه 60 مليار جنيه كلها هتيجي من القطاع العائلي ومن المستثمرين اللي هم هيتهافتوا على المشاريع دي. شكرا، بشكرك استاذ هشام توفيق رئيس شركه كايرو سولر للطاقه الشمسيه. القرار محتاجين قرار، محتاجين مسؤول ياخد قرار. الحكومه لازم تاخد مجموعه من القرارات. التسعيره اثق في كلام سيد وزير الكهرباء انها خلال ايام وهنفضل وراء. انا كنت منتظره من هذه التعريفه الاسبوع اللي فات من اجتماع مجلس المجموعه الاقتصاديه، بعدين قالوا لا مجلس الوزراء، وبعدين منتظرين القرار ان احنا ننشئ هذه. قرار القطاع الخاص مستعد يشتغل، واقف على الباب. القرار بدون اتخاذ قرارات واضحه من الحكومه، بدون تيسيرات واضحه للقطاع الخاص، ده مش هيشتغل. ولو ما اشتغلش مفيش استثمارات، ولو مفيش استثمارات مفيش تشغيل، مفيش طاقه. هي دي عجله. هذه التحديات الضخمه اللي اتكلم عليها الرئيس يمكن حلها ببساطه شديده جدا، انك انت تبدا في تحريك العجله، تبدا في التشغيل، يبتدي القطاع الخاص يدخل معايا شريك. كل ده لازم له قرارات واضحه، قوانين يتم نسفها. كل ده محتاج قرارات مش جولات في الشارع. نخرج فاصل، وبعد الفاصل عندنا اخبار كتيره.